انا عدل لما يجون اهلك ودللوني كل شيء ما قالوا لي. ليش خايفة بنتي؟ ليش خايفة؟ نفهم. كنا عمامك. احنا عمامك بنتي. كنا اهلك وعمامك. لا تخافي. تحكي كردي؟ كردي ناسي؟ لا. تعرفين تحكي كردي؟ هسا تريدين تروحين لاهلك؟ حكوا وياك كردي، حكوا وخليك تروحين. تروحين لاهلك؟ ايه. هسا رايح. وهذا عمك يروح معاك؟ ايه. هل هم من يريدونه؟ شلون يروح معاك؟ ها؟ ما يصير مهم لنا عنده بنات يرجع على اهله. ولدي انتم كلكم هسه احنا نعتمد عليكم. نعم. مثل ابو مهند وغيره اخذوا لهم صور ونشروها لان هسه صار تزوير الهويه ما حد يعرفه. استاذ احنا ابو مهند اسم مجهول يعني حاولنا وياها وحكينا وياها ماذا كيف لكن ما بدنا نوصل الاسم ابو مهند اسم شايع. ابو مهند تعرفه؟ لا تعرف انت ابو مهند. لا والله ما اعرف. هو اخو ناصر، ناصر معلوم. لا معلوم. ما اعرف. مو استاذ شيء يرجع يصير. بس اسمعني هسه انا انت ما عندك صور لناصر؟ لا والله ما عندي. ها؟ لا والله. ناصر عنده صورته بس موجوده لازم اسمع لي. ناصر مو اخوه؟ بلى نجيب الصوره مالت ناصر ونشوفها لهاي البنيه راح اقول هذا ابو مهند. نعم انتهت المشكله. نعم تعرفين اسوي صورته ودحق عليه ابو مهند. هذه المطلوبين الخاطرين نعم. انشر صورهم ماكو بالفروع بالشوارع حتى الناس تشخصهم زين احنا نعرف هسه المطلوبين بالالاف. نعم مو صحيح؟ نعم هسه هذا يقف قدامي ناصر انا ما اعرفه لكن لو تخلي له صوره تنشر بالشوارع الاعلام بالمحلات على الموصليه احنا راح نعرفه يا يعني اما نقضبه او اللي ما يقدر يقضبه يخبر عليه عن مكانه. هو مش عنده ما اكل وقبل ما سولف حتى نقضي بالناس كل واحد معلومات بس مو اجي من مخبر سري او ثابت عليه. نعم استاذ. من الدواعش اريد التقارير مالتكم بصور. اكو اجراء انا راح اسويه. سوما. هاي فليكس ماكو؟ شلون بدايه بغداد؟ دخلهم؟ ندخل هذول مطلوبين اللي تعامل يلقاهم يتصل بهذا الرقم. مع صور حديثه. بدايه شكري وتقديري باسم أهالي محافظة نينوى إلى السيد مدير وضباط ومنتسبي مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى ولذلك من خلال عملهم الاستخباري والعثور على أحدى بناتنا الأيزيديات الطفلة كاترين يعني عمرها ما يتجاوز 10 سنين في حين اختطافها كان قبل 3 سنوات. هذا العمل المشين يندى له الجبين البداية لأهلها أنه بنتهم عادت لهم والإخوان الأيزيدين أنه نعمل بكل ما وسعنا لإنقاذ وتحرير كل بناتنا الأيزيديات التي تم اختطافهن على أيدي الدواعش. سوف يكون هذا العمل مستمر لحين إكمال العدد المطلوب بالتزامن مع عمليات تحرير نينوى وإحنا متأكدين راح يتم العثور على الكثير من بناتنا الأيزيديات وبنفس الوقت هي رسالة إلى السادة القادة الأمنيين في الساحل الأيمن إيصال والبحث عن كل المختطفات الأيزيديات هي رسالة لحفاظ على النسيج الاجتماعي والألفة بين أهالي محافظة نينوى. من خلال تفعيل العمل الاستخباري لمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى ومن خلال مصادرنا والمواطنين المتعاونين معنا
تم العثور على هذه الطفلة الأزيدية المختطفة على أيدي عصابات داعش الإرهابية، وأملنا أن يتعاون المواطن أكثر مع مديرية الاستخبارات من خلال الخطوط الساخنة للمديرية ولبث روح الاطمئنان والاستقرار لدى أبناء المحافظة، ونعمل من أجل إعادة كل الأزيديات المختطفات بعون الله من خلال عملنا الاستخباري، وكذلك نأمل لهذه الأهالي المدينة أن يكون تعاونهم مع الأجهزة الأمنية بكل صنوفها من أجل الاستقرار وإعادة الحياة إلى الساحل الأيسر المحرر. شو اسمك؟ كاترين. من يا منطقة؟ من الخان الثور. شو وقت خطفوك؟ ها؟ شو وقت أخذوك الدواعش؟ مدري. سنتين؟ مدري، ما أعرف. زين شلون أسلوبهم كان وياك؟ ها؟ شلون أسلوبهم وياك؟ يضربوك؟ أنا شجعت عليه كان يضربوني، وهذول أخذوني وربوني، قالوا لي أنت ما أنا عندي، أنت مثل بنتنا إلا ما يجون أهلك، وقالوا لي أنت ما أنا إذا أنطيناك لأحد إذا ما أهلك خطأك برقبتنا، إلا يجون أهلك يلا نعطيك إياهن. تعرفيهم اللي اختطفوك؟ ها؟ تعرفيهم اللي اختطفوك؟ اللي اخذوش تعرفيهم؟ لا، هذاك اللي يقتل بي، لا بس هو هذا قال لي انت انا ربيك. نعم. ايه قال لي انت مثل بنتنا وظلين عندنا لما يجون اهلك. زين اكو بعد مثل شاي يزيديات شفتي؟ لا انا ما شفت كل احد. نعم. باي منطقة انت بالموصل؟ ما تعرفين داخل الموصل شفتي، خارج الموصل وين شفتي؟ ما اعرف. هسه شو تقولي رسالة توجهيها لأهلك؟ وتعرفين أهلك هسه؟ إي أعرفهم. إي شو تقولي لهم؟ بالتلفزيون شو تقولي لهم؟ القانون إن شاء الله يحفظهم. مدري. شو تقولي للقوات الأمنية اللي خلوك هنا يمهم الاستخبارات؟ صحيح. تشكريهم؟ إي. نعم. خوف الله عليهم. نعم. تجين ترجعين لأهلك هسه؟ إي.